ومرحبا بكم. جزء لا يتجزأ من موسم الرياض هنا العاصمة السعودية الرياض، وهنا الملز بحلته الجديدة سبحان النابت عبد الله قيسي وفاتيفيا إيما أندريا المهاجم المدغشقر. سيحترم المنافس والمنافس ملطم للغاية للغاية ومرابط يمر العرضية جول جول أول للنصر من اللي قادم من الخلف من اللي بدأ الدوري باستقبل بصدره. يلعب كرة جميلة لأبها، أبها يحاول يلعب الكرة مرة ثانية نقلة للأمام تمريرة الله ما بالمرمى عرضية يبحث عن العرضيات مرابط وعرضياته لكنه راح يراوغ راح يراوغ راح يدخل من الأول وضع الله 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 يا ولد نقلة ضربت كل المدافعين مرابط مرة ثانية مرابط يظهر مرابط وشالها المغربي الآخر محاولة تسديدة اصطدت يحيى الشهري الثالثة والبحث عن ركلة الجزاء أن فيكتور كاساي يقول ماذا ركلة جزاء نعم نعم عبد الرزاق حمد الله هو وعبد العالي والشباك هو وعبد العالي والشباك عبد الرزاق يا الله يا الله يا الله يا أعصابك بالخلف صافرة فيكتور كاساي الأول يظهر النصر من جديد عبد الرزاق تسديدة بالعمق روبن رجع كوره الكرات لكن حكم المباراة أعلن من خلال أيوة